الشواحيل اللي بتعدي كتير. فين زيزو؟ مين انت يا مفضوحتي؟ زبونه. قولي له زبونه. غسالتي بايظه بتكهرب وعندي كوم غسيل قد كده ونفسي احسن. كهرب ايه؟ زبونه ايه؟ هو محل حلاقه؟ البيوت لها حرمه والناس لسه نايمه. طب خشي صحي قوام يلا. انت هتأنسينا لحد ما يصحى ويسبح ويفطر وينزل معاكي؟ لا هستنى تحت، بس ما تنسيش تبقي تقولي له سناء. ايه اللي بتتركز الميعه دي؟ مين اللي كان بيخبط يا شيكان؟ صحتك بنت الملكومه دي، مستعجل ليه؟ ما تتسبح وتفطر براحتك. لا انا عندي مصلحه مهمه. مين اللي كان بيخبط؟ واحده مقطوعه كده بتقول زبونه غسلتها خربانه. وهي خربانه زبونه؟ وانا من امتى بتجيلي زباين لحد البيت؟ رايح فين؟ رايح دوره الميه. هجيب لك بشكير وغيار. طيب لا ما انا مش هستحمى. هتعمل ايه؟ هشقلب في دوره الميه. ايه يا اشجان الناس بتعمل ايه في دوره الميه يعني؟ ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ايه في ايه؟ يا نهار ابيض. استنيني بقى. يا جامد. يلا يا معفل. خرب بيت امك. بتسنينك على الصبح يا واد. انت شفت عقربة؟ العن اللي حصلت تجيلي المنطقة عشان تعرف ان انا ممكن اخطفك من حضن ماما. تعالي. مين البنت السعودية اللي عندكم فوق دي؟ وانت مال اهلك؟ الله يخرب بيت ابوك، البيت جنانك في ساعة واحدة. خليك تهوري لحد ما تتعوري وتعورينا معاكي. يا اختي والنبي طعم كده وحلو وانت قلبك طيب. شوف يلا خلي الراجل يمشي. عايز تشربي ايه؟ ايه يا اخويا احنا لحقنا؟ ده انا لسه داخله. احنا فسقنا على الكراسي. انا اسف يا بنت، تحت امر حضرتك. تعالى هنا، انت اتقمصت. تحت امرك يا فندم. يا اخويا هناكل، هنفطر، ما فطرناش. تحت امرك. وتلاقيك انت كمان ما فطرتش. خلصي بقى. هناخد اتنين سجق واتنين كفته وترشي وميه عشان نبلع. وخلي عينك معايا كده اللي تدب فيها رصاصه على الصبح. خدمه ساعتك يا فندم. يلا يا عم بقى توكل على الله يا عم. تحت امرك يا ريس، تحت امرك، تحت امرك يا ريس. وبقول لك ايه، ورحمه اهلك كلهم نرميك في النيل وقول ما شفتش. يا فندم انا عملت ايه عشان ترميني في النيل يا فندم؟ انا في خدمه سعادتك يا فندم. انت جاي تعملي فضائح هنا؟ الراجل ما غلطش. لا غلط، كان بيبص لي كده مش حلو كده، زي ما يكون مش عاجبهم شكلي. ايه يا قمر انت؟ سرحان في ايه؟ ده يكون شكلي عجبك ولبسي حلو؟ وبقول يا واد عبر عن مشاعرك. انا حاسس ان احنا هنتمسك.